مع نفسه، حد كبير خبراته كبيره يكون هو واثق فيه وينصحه، يقول له انت نجم كبير بس لسه ما عملتش حاجه. أيه. طول ما انت عارف ان لسه ما عملتش حاجه بتقطع نفسك في الملعب، بتلعب، بتدي. مصطفى محمد دلوقتي كل كوره رايح عليها بيبقى رايح عليها صح وبيهدرها، لانه خايف لا تضيع، يقولوا عليه ان مش هو مصطفى محمد اللي حصلت عليه الضجه دي. اللي انا بقوله لك ده تحليل سليم 100%. مصطفى محمد لعيب كبير. طب انت من وجهه نظرك يعني ايه النصيحه اللي ممكن تقدمها لمهاجم ما حدش يعني ما فيش غبار عليه، هو لاعب فعلا لاعب كبير ظهر نفسه صغير كبير قوي وسنه صغير وما شاء الله عنده الجراه ان هو يشوط على الجون، دي ما كناش بنشوفها حتى لو بيشوط غلط، فهو مع الوقت ممكن تلاقيه اللاعب المميز حتى في الشوط. يعني بقول له في فرق بين الثقة في النفس والغرور، مش عايزينك توصل لمرحلة الغرور. الثقة بالنفس جميلة جدا، هيخليك تطلع تجيب جون طالما انت عارف ان انت هتقدر تجيب جون، لكن الغرور وحش. انت شايف ان مصطفى محمد اتغر شوية في الفترة؟ بدأ يتغر قوي، بدأت النجومية يعني مصطفى محمد النهاردة ممكن تقابله في الملعب وتيجي تتكلم معاه ما بيرضاش يتكلم معاك، حقيقي اللي انا بقوله لك ده. فهو احنا ده لعيب كبير عنده امكانيات، بس احنا بنتمنى ان حد كبير عشان سنه الصغير كل سن ليه خبراته، ليه نضوجه، ليه تفكيره، حد كبير ينصحه يقول له يا مصطفى انت لعيب كبير عندك امكانيات. ولا تهويل من النجم هو اللي ممكن تعمل معاه كده؟ يعني مثلا لاعب موهوب فانت بتديله حجم كبير جدا فبالتالي بيبدا يتاثر بالشكل ده، وده طبيعي. دي ثقافتنا المصريه. بس ده طبيعي يعني. دي ثقافتنا. يعني ايه لما بنلاقي حد خد نجوميه كبيره بنروح معاه، بنديله، بنحبه، بنتكلم عليه. لكن خلي بالك كرة القدم غدارة. ممكن بتدي اللي بيديها بجد. اصل احنا شهود على نجوم. طب ايه رايك في صعود الناشئين في نادي الزمالك، وسام فيصل وسام اشرف والناس اللي ليها شكل جوه النادي؟ يعني جميل جدا. الماتش اللي فات ده هو ماتش ناشئين جميل جدا. اللي بيعمله كارتيرون ده شيء بيفكرني بحسام حسن لما طلع فريق جيل كامل في نادي الزمالك، 7-8 لعيبه في نادي الزمالك طلعهم وبقوا نجوم. كارتيرون كده. بتمنى برضو من فايلر يبدا يركز على النقطه دي. الاهلي خلي بالك احمد عنده احمد ياسر ريان ومحمد شريف لعيبه تقيله. اللعيبه دي لو صبر عليها النادي الاهلي احسن من الاجانب اللي بيجيبها. انا حاسس ان بقت في فرق في اوروبا بتنصب علينا. بتنصب علينا ازاي؟ بيجيب لعيب افريقي ضعيف امكانياته قليله ويلعبه ويضيفه عنده ويبيعه ويبدا يعرضه وسعره قليل بالنسبه لك انت كبير. لا كمان ايه ده بيعرضه ان هو بيلعب في اوروبا. أيوة. زي ما تكون انت بتشتري خامه رديئه. هو طبعا من شريف محل بلاش براند. طبعا هو اصلا جايبه ببلاش. هو جايبه ببلاش. انت بتشتري، انت داخل المحل ده محل مكتوب عليه اسم براند، بتخش تشتري منه منتج رديء. هو بينصب عليا ان هو بيعمل معايا كده. يا ريت. طب ايه رايك في بابجي النهارده جاب جون؟ انا مش مقتنع بيه بصراحه، عشان مش لا بابجي مش هو. هو ممكن يكون شكله مش لاعب كره قدم. اللعيب اللي بيبان اصل الاستلام، الاستلام الكره بابجي بيستلم الكره بتطول من ليه في مسافه دايما ما بينه وما بين الكوره.